بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقي لنا 3 أيام هذه الليلة وغدا الثلاثاء والأربعاء لننهي إن شاء الله دروس الصيام، ونجعل هذه الليلة تكملة لما تجمعت من أسئلة في الليالي الماضية، وغدا إن شاء الله نكمل درس الاعتكاف. طيب، هنا يقول الأخ: نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: امرأة نذرت إذا شفي ولدها من المرض أن تصوم 10 أيام من رجب، وأيضا نذرت أن تصوم 10 أيام من شهر آخر، فهل لها أن تترك هذا الصوم بعد أن كبر ولدها وتزوج، وهل لها أن تصوم هذه الأيام متفرقة؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فهي نذرت نذرا معلقا، إن شفى الله مريضها فعليها لله نذر أن تصوم 10 أيام من كل رجب ومن غير أيضا شهر رجب، فعليها أن توفي بنذرها. وإذا عجزت الآن لكبر سنها فممكن أن تخرج من هذا النذر بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، حديث عقبة ابن عامر. قال: رجل يريد أن يصوم يوم عرفة، لكن هذا الرجل تردد لأنه وقع يوم الجمعة، فما هو الحل؟ إذا كان يعني بارك الله فيك قول عامة أهل العلم كما تقدم في الدرس أن ما وافق صوما يصومه لا يدخل في النهي، لرواية مسلم وإن كانت معلة لكن عليها الفتوى، وأيضا يساندها ما ثبت في شأن رمضان: لا تقدم رمضان قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وإذا كان لم يقتنع بهذا فالحمد لله، الأمر سهل، ممكن أن يصوم إيش؟ يوم الخميس، ممكن أن يصوم يوم الخميس ويأتي يوم الجمعة يوم عرفة يصوم ويخرج من الإشكال. قال: لو أن شخصا عليه صيام من رمضان ولا يستطيع القضاء إلا يوم الجمعة لكثرة مشاغله في الأيام الأخرى إلا يوم الجمعة تكون عنده إجازة. هنا بارك الله فيكم، والله أعلم، يعني عليه أن يصوم أيضا مع يوم الجمعة احتياطا، وهو يكون من القضاء، يكون من القضاء. وعلى قول الجمهور لا بأس، هو ما أراد تخصيص الجمعة لكن لا يجد فرصة لقضاء ما عليه من رمضان إلا في يوم الجمعة. قال: امرأة وضعت في رمضان ولم تقضي هذا الشهر وقد مضى عليها 25 سنة، فماذا عليها الآن؟ عليها تقضي ما عليها وتتوب وتستغفر لأجل تأخيرها، وليس عليها كفارة ولا فدية لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رجل مسلم لم يصوم 20 شهرا جهلا ومات، هل يصاب عنه؟ الجواب: لا، إذا كان جهلا وفعلا كان جاهلا بوجوب صيام رمضان فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم، والتكليف يتبع العلم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا
حصل هذا أنه ظل 20 سنة جاهلا بوجوب صيام رمضان ولم يصم ومات وهو لم يقضي هذه الأيام، فلا شيء عليه ولا شيء على أوليائه إلا إذا قصر في طلب العلم، إذا أعرض ولم يسأل عن دينه فهو آثم من هذه الجهة. أما القضاء فليس عليه قضاء، لأنه هو أحد رجلين، إما أن يكون حريصا ومع حرصه جهل، وهذا يتصور في إنسان نشأ في بادية بعيدة عن العلم، أو يكون حديث عهد بإسلام وابتعد عن الناس، فهو أحد رجلين، إما أن يكون مقصرا فهو آثم ولا قضاء عليه، وإما أن يكون معذورا فهو ليس بآثم ولا قضاء عليه. فكما تقدم في الدروس الأولى أنه لا قضاء، لا قضاء على من أفطر متعمدا، لا قضاء، هذا هو الراجح، لا قضاء على من أفطر متعمدا، إما أن يكون متعمدا فقد لزمه الإثم وعليه التوبة والاستغفار، أو يكون جاهلا ولا شيء عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل الفدية يجوز أن تعطى قبل دخول رمضان أو بعده؟ لا، الفدية لا تعطى قبل دخول رمضان، لأن الفدية لأجل الإفطار في رمضان، فهي أما أن تكون في أول رمضان أو في وسط أو في آخره، والأفضل أن تكون في آخره، والأفضل أفضل من ذلك أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كل يوم في يومه أفطر هذا اليوم يطعم مسكينا، لأنه لا يدري لعله يموت أو شيء، فيبادر إلى قضاء ما عليه، إلى فعل ما عليه. نعم. وأنس بن مالك ضعف عاما فصنع جفنة ثريد ودعا المساكين أطعمهم حتى أشبعهم، رواه الدارقطني بإسناد صحيح. وبعد جائز بعد، أما قبل فلا. طيب، أنا أسئلة مكررة نمشي عليها. طيب، وهذا أيضا قال: من نذر أن يصوم 10 ذي الحجة ثم ذهب إلى الحج هل يصوم يوم عرفة وفاء بالنذر؟ الجواب نعم، لأنه الأفضل فقط أن يفطر الحاج بعرفة، لكن لو أوجب على نفسه بالنذر فواجب أن يصوم. قال: هل الحج يكفر الكبائر؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله. وبهذا أخذ طائفة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من الذنوب كيوم ولدته أمه، فظاهر أنه يكفر الذنوب الصغائر والكبائر، لكن هو موجه عند الجمهور. قال: أي الذنب أعظم؟ من أفطر رمضان متعمدا أو من صامه رياء؟ أي الذنب أعظم؟ من أفطر رمضان متعمدا أو من صامه رياء؟ الله أعلم أيهما أعظم ذنبا، كلاهما ذنب عظيم. من أفطر رمضان متعمدا فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهكذا من صام رمضان رياء فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن أيهما أعظم الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هنا بعض النساء عند الطبخ في نهاية رمضان تذوق من الطعام ولكن لا يصل إلى جوفها، فهل هذا جائز أم تفطر به؟ الجواب: هذا جائز، طالما لا يصل إلى جوفها هذا جائز. لماذا؟ لأن الممنوع هو الأكل والشرب، ومجرد التذوق لا يعتبر أكلا ولا شربا. قال: هناك رجل سب سبا قبيحا في نهار رمضان فظن أنه أفطر بهذا السب فأفطر، ثم قال:
أقضي يوما بدله، ماذا عليه؟ عليه أن يتوب ويستغفر، عليه أن يتوب ويستغفر، لأنه لم يكن جائزا له أن يفطر بسبب السب. السب ليس من المفطرات، لكن قد يحرمه الأجر، لكن لو تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وإني لغفار، قال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يجوز أن أتصدق بالصيام على الميت، أي صيام النافلة؟ الجواب: هذا غير مشروع، أن تصوم صوم نافلة وتهدي الثواب إلى الميت هذا غير مشروع، لأن المشروع هو أن يصام عن الميت الصوم الواجب، من مات وعليه صوم، يعني صوم واجب صام عنه وليه، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا بالدليل في الصوم الواجب. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. قال: هل يجب الإمساك هل يجب الإمساك للصيام عند سماع الأذان، أذان الفجر الذي هو على التقويم، أو برؤيا الفجر؟ العبرة بطلوع الفجر ثم أتم الصيام. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. العبرة بطلوع الفجر، وإذا كان المؤذن يؤذن وفقا لطلوع الفجر فيمسك لأذانه، لحديث ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال بن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأنه يؤذن على الفجر. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل قطر الأنف والعين والبخاخ الذي يستعمله أصحاب الربو وهكذا الدخان الذي يتصاعد عند الطباخة، هل هذه تعتبر من المفطرات؟ تقدم أن قطر الأنف والعين، أن قطر العين والبخاخ، يعني قطر العين ليست بمفطرة، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، وهكذا البخاخ عبارة عن غاز مضغوط يصل إلى الرئة ولا يصل إلى المعدة، ولهذا أفتى كثير من علماء العصر بأنه جائز ولا يفطر. وأما بالنسبة لقطر الأنف، الأنف منفذ رئيسي إلى الجوف، فإذا كان يصل الطعم إلى الجوف فلا يستعمله الصائم إلا بعد إفطاره، وإذا كان يقطر ولا يصل عادة إلى الجوف أو إلى الحلق فلا بأس، لكن الأفضل أن لا يفعل ذلك إلا للضرورة. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني خوفا من وصول الماء من طريق الأنف إلى الجوف. وأما بالنسبة للدخان الذي يكون عند الطباخة فهذا لا يؤثر ولا يفسد الصوم، لعدم الدليل على ذلك، على الإفساد. قال: الذي يموت وعنده صيام ولم يقضي عنه أحد، فهل يحاسب على هذا الصوم؟ هو إذا فرط في الصوم الذي عليه يقدر الله لم يصم عنه، والله أعلم، أنه يؤاخذ، فهو المتسبب في ترك الصوم إذا عزم على عدم الصوم. أما إذا تكاسل فهل قضى ما عليه على الفور؟ الجواب: نعم، كما تقدم معنا في حديث عائشة: فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فمن كان عليه صوم وتمادى وفرط ولم يصوم عنه أولياؤه، والله أعلم، أنه يكون آثما. قالوا: هكذا العطور والبخور، هل هذه الأشياء مفطرة؟ العطور غير مفطرة، عبارة عن روائح، وهكذا البخور إلا إذا تعمد الاستنشاق بشيء كثير فيذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يفطر، لكن الله أعلم، يعني هو عبارة عن دخان لا يقصد منه الشرب ولا الأكل،
ويعني الأصل أنه لا يفطر. قال إشكال. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ذكرت مسألة النية، أو ذكرت في مسألة النية على الفطر، وبعد ذكر التفصيل قلت في هذا في صوم النفل، فماذا يعني هذا التقييد؟ ذكرني ما هو التفصيل. فأي مسألة يتكلم الأخ؟ هل تقصد أن لنا مدة من هذه المسألة، لعل هذه الورقة قديمة؟ هل تقصد من نوى الإفطار؟ قلنا لها هذه المسألة لها صورتان، من نوى الإفطار هل يفطر بذلك؟ لها صورتان. الصورة الأولى نوى الإفطار بمعنى نوى أنه سيفطر، فهذا إلى الآن لم يفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. كان في الباص، هو صائم، فقال: أنا في هذا اليوم أشعر بحر وتعب، سأفطر. حدث نفسه أن الباص إذا وقف بجوار بقالة أو مطعم أنه سيأكل. إلى الآن هو صائم، لكن حدث نفسه بالإفطار، ويقدر الله الباص يمشي إلى أن دخل المغرب ولم يتناول شيئا، فهذا صومه صحيح، لأنه مجرد نية على شيء في المستقبل، نوى أنه سيفطر. الحالة الثانية نوى أنه الآن مفطر، أبعد نية الصيام، هذا يعتبر إيش؟ هذا يعتبر مفطرا. لماذا؟ لأنه يشترط أن تكون النية مصاحبة لجميع وقت الصوم، إنما الأعمال بالنيات. فإيش يريد الأخ؟ قال: ذكرتم في مسألة النية على الفطر، وبعد ذكر التفصيل قلتم: وهذا في صوم النفل، فماذا يعني هذا التقييد؟ يعني هذا التقييد ما تقدم، لأنه لن يفعل هذا التردد في صوم الواجب إلا إذا كان مسافرا. فنفس التفصيل، من كان مثلا في نهار رمضان قادما من صنعاء إلى عدن وهو فوق الباص، أراد أن يصوم الفرض، فعلى التفصيل المتقدم لا فرق بين النفل وبين الفرض. جزاك الله خيرا. هو هذا. نعم، تفضل يا أخ حارث. كيف؟ الله يجزيك خيرا. أنا لم أسمع، خل اجعل الإخوة يبلغوا. نعم، من سمع كلام الأخ حارث؟ طيب يا أخي، ها سمعت الأخ صبيح، إيش قال؟ أنت يا أخ محمد أو عبد الله العبياني، إيش قال الأخ؟ ها يا أخ سعد تفضل. قال إيش؟ إيش فيه؟ أنا ذكرت هذه الحالة في صيام النفل. أنت تقول يا أخ حارث يعني المسألة ذكرت في صيام النفل. لا بس، يعني من باب توضيح المسألة سأل سائل، يعني ما حكم من نوى الفطر هل يفطر؟ فتوضيحا للمسألة ذكرت هذا التفصيل، وهو ليس مختصا بصيام النفل. على هذا التفصيل المتقدم حتى في صيام الفرض لمن يجوز له أن يفطر، كالمريض إذا تحامل أو المسافر إذا أراد أن يفطر، الحكم نفسه. أحسن، جزاك الله خير. أنت صاحب الورقة؟ طيب، بارك الله فيك. نعم، هنا سؤال: مفاد أن امرأة نذرت أن تصوم فصامت ثم ماتت، هل على أولادها أن يواصلوا الصوم؟ الجواب لا، هي نذرت أن تصوم مدة حياتها، بعد موتها لا يجب على أولادها أن يصوموا. إذا نذرت أن تصوم مثلا في كل شهر 3 أيام فوفت في هذا النذر، إذا ماتت انتهى النذر بموتها. قال: وعليكم السلام ورحمة الله، ورد لكم إني إذن أصوم، فهل يدل
على جواز تبييت النية في النهار، الذي في الصحيح إني إذن صائم، وفي رواية البيهقي إني إذن أصوم. استدلوا بهذه اللفظة إني إذن أصوم على أنه أنشأ النية في النهار، وأجاب القائلون بوجوب تبييت النية في صوم الفرض والنفل أنه ليس فيه دليل. إني إذن أصوم بمعنى إني إذن صائم، وعلى كل لفظ الصحيح إني إذن، فإني إذن صائم، هذا فيه الإخبار. أما إني إذن أصوم خارج الصحيح، وما في الصحيح أصح. بارك الله فيك. قال: من خرج من رمضان وعليه 10 أيام ثم بعد يوم العيد صام 6 من شوال وفي أثنائها مات، فهل على أوليائه الصيام عنه قضاء لهذه الأيام التي صامها بنية 6 من شوال؟ هذه مسألة حسنة جزاها الله خيرا، مسألة مهمة. من أفطر 10 أيام من رمضان ثم مات قبل تمكنه من قضاء ما عليه من رمضان، كم يصوم عنه أولياؤه؟ الجواب: يصوم عنه أولياؤه الأيام التي تمكن من صيامها فلم يصوم. رجل أفطر 10 أيام من رمضان لعذر المرض أو السفر، ثم في 6 من شوال مات، في 6 من شوال مات، فكم يصوم عنه أولياؤه؟ رجل أفطر 10 أيام من رمضان لعذر المرض أو السفر ثم مات في اليوم 6 من شوال، كم يصوم عنه أولياؤه؟ 5 أيام. لماذا 5 أيام؟ أحسنت، أنت أجبت وأصبت، إلا أنك تسأل في أي وقت مات في 6 من شوال حتى تكون دقيقا. لو مات في العصر في 6 من شوال، هل هو نفس الجواب؟ نفس الجواب. لو مات في العصر في 6 من شوال كم يصوم عنه أولياءه؟ 5 أيام. وصل على 5. ها الأخ له صالح يقول 4 أيام. نعم 4 أيام. لماذا؟ لأنه لم يتمكن إلا من صيام 4 أيام ولم يصوم، هذه الذي لزمته الـ4 الأيام، فيصوم عنه أولياء 4 أيام، يصوم عنه أولياء 4 أيام. هذه مسألة مهمة. ما يصوم عنه أولياء إلا الصوم الذي قد لزمه. أفطر 20 يوما من رمضان ومات في اليوم 6 من شوال أو في اليوم 10 من شوال، ننظر الأيام التي تمكن من القضاء فيها ولم يقضي. يوم العيد غير محسوب لأنه ليس محل القضاء، تبدأ تعد من بعد العيد، اليوم 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، كم صارت؟ صارت 8 أيام. ومات في اليوم 10، إذن يصوم عنه أولياءه 8 أيام لأن هذا الصوم الذي لزمه. وقس على ذلك، وقس على ذلك، بعضهم يكون عليه كفارة قتل، يكون عليه كفارة قتل صيام 2 متتابعين، يصوم في الحادث، يموت في الحادث، هو يصدم وبعد 2 أو 3 يموت، هذا لم يتمكن من الصوم فلا يلزم أولياءه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما حكم أصحاب مرض السكر الذين مرضهم دائم وعندهم القدرة على الصيام؟ إذا كان عندهم القدرة على الصيام واجب عليهم الصوم، إذا كان عندهم القدرة بدون مشقة فواجب عليهم الصوم.
أما إذا كان لك مشقة بالغة يستطيع أن يصوم لكن مع مشقة فهو مريض، له أن يفطر، لكن يعني ينظر هل يرجى شفاؤه، إذا كان يرجى شفاؤه فهذا دين عليه، وإذا كان لا يرجى شفاؤه فيطعم عن كل يوم مسكينا. طيب هناك أسئلة تقدم الكلام عليها. وعليكم السلام ورحمة الله. قال إذا مات الرجل عليه صيام شهر هل يجوز على الولي أن يخرج كفارة وما قدر الكفارة؟ طيب من يجيب عن هذا السؤال؟ إذا مات الرجل وعليه صيام شهر هل يجوز على الولي أن يخرج كفارة وما قدر الكفارة؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ أنت يا مصعب. أحسنت، قد أجاب الأخ أبو صالح وأصاب بجواب وافي. طيب من عنده جواب أيضا؟ من عنده جواب؟ قد أجاب لكن لم يسمع الإخوة جواب الأخ أبي صالح. شو أنظر السؤال، إذا مات الرجل وعليه صوم شهر هل يجوز على الولي أن يخرج كفارة وما قدر الكفارة؟ أنت جاء بجوارنا، ننظر لأخو بعيد، لم تسمع؟ طيب تفضل. أحسنت، وأنت قد أجبت وأصبت بكلمة مختصرة أيضا. طيب نأخذ صالح فصل وكلا الجوابين صواب. ها من أيضا؟ ها أنت سمعت الجواب؟ ها سمعت هذا. ما الذي أنت قلت إذا كان يستطيع الصيام، ما الذي يستطيع الصيام، الميت ولا الحي؟ ها الولي إذا كان يستطيع الصيام، لا بالتفصيل يكون في الميت، يعني إذا كان يستطيع بمعنى هل كان يستطيع. طيب أحسنت، ها من عنده جواب؟ أنت يا أخ سعد، سعد السعدي، سمعت السؤال؟ إذا مات الرجل وعليه صوم شهر هل يجوز على الولي أن يخرج كفارة وما قدر الكفارة؟ إذا كان إيش؟ إذا إيش؟ أعد الجواب. متى يلزم الصوم؟ لكن هذا الجواب، إذا مات الرجل عليه صوم شهر هل يجوز الولي أن يخرج كفارة؟ وأنت إن شاء الله في طريق الصواب لأنك اختصرت، تعرفت للكفارة فقط، لكن نريد يعني مثلا لو واجهنا مثل هذا السؤال، مات وعليه صوم شهر هل تجزي الكفارة أو لا بد من الصيام؟ لأجل الإفادة للسائل إيش يكون الجواب؟ لا بد من الصيام. متى يجب الصيام؟ متى يجب على الولي أن يصوم إذا كان ليش الميت تمكن من الصيام، لم يتمكن من الصيام فيجب على الولي أن يصوم إذا كان الولي ليش لديه عذر، مات ولم ما لك أثر. طيب جزاك الله خير، يعني نكتفي بجواب الأخوين. كان الجواب ينظر إلى هذا الصوم الذي، لأن قد يسأل السائل ولا يدري التفصيل المتقدم، يقول رجل مات وعليه صوم شهر فهل للولي أن يكفر؟ فلا بد من التفصيل، ما هو هذا الشهر الذي يقول كان على الميت؟ هل كان عجز عن الصيام من العجز الطارئ أو العجز الدائم؟ إذا كان من العجز الدائم أصلا لا يجب عليه الصوم، إنما يكفر عن كل يوم إيش مسكينا. وإذا كان عجز من العجز الطارئ ففيه التفصيل، هل تمكن من القضاء؟ إذا مات اتصل به المرض ولم يتمكن من القضاء فليس على الميت ولا على الولي شيء، لا صوم ولا إطعام. وإذا كان من العجز الطارئ وتمكن من القضاء
ولم يقضي، فهنا يجب على الولي أن يصوم ولا تجزئ الكفارة. بارك الله فيك. قال نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال من مات وعش هذا وكلفوا أحدا من أهل أن يحج له هل يجوز؟ هذا في باب الحج. من مات وكلفوا أحدا من أهل أن يحج له هل يجوز؟ إذا لم يحج حجة الفريضة فقول الجمهور من أهل العلم أنه يجب أن يحجج عنه من ماله، من رأس المال قبل أن يقتسم التركة يخرج مبلغا ليحجج عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكون ذلك إلا بالوصية، إذا أوصى الميت فيحج عنه من ماله، وإلا فالمال يقتسمه الورثة. ثم إذا أرادوا وتبرعوا بالحج عن أبيهم الميت فهذا إليهم، لكن الذي يفتي به أهل العلم هو قول الجمهور من مات ولم يحج حجة الفريضة فيقتطع من رأس المال مبلغا ليحجج عن هذا الميت. قال هل هناك أذكار تقال عند الفطر؟ روي حديث أنه يقول ابتلت العروق وعش ثبت الظما وابتلت العروق، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر، لكنه لم يصح، سنده ضعيف. لكن تعرفون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، والصائم في لفظ حين يفطر وفي لفظ حتى يفطر، وهذا هو الأصح، والصائم حتى يفطر. ما هو الفرق بين اللفظين؟ الصائم حين يفطر أو حتى يفطر، ما هو الفرق بين اللفظين؟ أحسن ما شاء الله، أحسن أجبت وعصبت. ما هو الفرق بين اللفظين حين يفطر أو حتى يفطر؟ قال الأخ إذا كان حتى يفطر معناه أنه يدعو في وقت صيامه، فالصوم محل لقبول الدعاء من أول الصوم إلى آخره، وهذا فضل الله الواسع. وإذا كان حين يفطر يعني مبيض بوقت الإفطار، لكن الرواية الصحيحة حتى يفطر، فهنيئا للصائمين أن دعوتهم مجابة في وقت صومهم. قال ما الحكم في من يفطر على الماء قبل أن يأكل التمر؟ تقدم يا أخي أنه لم يثبت حديث أنس ولا حديث سلمان بن عامر أن البدء يكون بالرطب أو بالتمر، فيفطر على الذي يتيسر بماء بعصير بمأكول بمشروب، لكن السنة أن يفطر قبل أن يصلي. قال ما حكم قراءة من المصحف في صلاة التراويح؟ هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لم يثبت عن السلف أنهم فعلوا ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، يعني كفى بشغل الصلاة شغلا عن أي شاغل آخر. وأما ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولى لها فيأخذ المصحف ويصلي بأهل البيت، فهذا لم يثبت عن غير عائشة من الصحابة، فهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، وإلا فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لا يتكلف يصلي بالذي يتيسر، يصلي بالذي عنده، إذا كان يحفظ جزءا أو جزئين يكرر القراءة في الجزء والجزئين. أي نعم الشهر كامل. ها إذا إيش هو نفس الحكم، يقول إذا كان المأموم يقص، يقص خلف الإمام هو نفس الحكم، مساكين أولى الذين يقصون خلف الأئمة، تحصل لهم ارتباكات، ما بقي إلا أن يمسك الأخ ما يدري إيش يقول، إذا مشى عليه. وحصلت لنا مواقف مع بعض الشباب مضحكة، مضحكة في هذا الجانب، يقول أنا أقول لك كذا لأنه مركب.